نشط الآن مظاهرة أمام المجلس المحلي لمدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، المظاهرة بهدف تخفيض سعر الكهرباء الذي ارتفع بشكل كبير بحسب ما ذكر الأهالي، الذي وصل إلى 2.30 ليرة لسعر الشريحة المنزلية و1.5 ليرة لسعر الشريحة التجارية. الأهالي هنا في مدينة جرابلس خرجوا في هذه المظاهرة أمام المجلس المحلي للمدينة وطالبوا بضرورة إيضاح هذا سبب هذا الغلاء الذي لا يتناسب مع مدخول العائلات هنا في ريف حلب الشمالي والشرقي بشكل عام. المتظاهرون أيضا نددوا بأعمال شركة الكهرباء التي تقوم بقطع الكهرباء بشكل متكرر وشكل يومي عن المدينة بشكل كامل، وتقول شركة الكهرباء أن القطع من الجانب التركي، بينما الأهالي هنا يقولون أن القطع فقط من جانب شركة الطاقة والكهرباء في مدينة جرابلس. طالب المتظاهرون أيضا المجلس المحلي للمدينة بضرورة إيضاح أسباب هذا القطع وأسباب هذا الغلاء. ربما بعد قليل ستتشكل لجنة من المتظاهرين وتذهب إلى المجلس المحلي لمقابلة رئيس المجلس والمسؤول عن شركة الطاقة والكهرباء في المدينة لإيضاح الأسباب التي خرج المتظاهرون من أجلها. بدر كاجا، قناة حلب اليوم، مدينة جرابلس.